نحتاج لنعمل سلطة السبانخ والرمان لكوب من السبانخ. لا، أول إشي إحنا بدنا سبانخ، مش شرط كوب، يعني إحنا أكتر المستخدمينه. بدنا كوب جبنة فتة مقطعة، كوب رمان، كوب جوز محمص. أما بالنسبة للصلصة فمحتاجين لربع كوب زيت زيتون، ربع كوب خل البلسمك، ومعلقتين كبار من العسل، وملح وفلفل أسود. ماشي؟ أوكي. إذن حطينا هون السبانخ، فتة تشيز، والرمان، وأكيد في عنا حب جوز. حط الجوز، كتير سلطة بسيطة بس طعمة زاكية كتير. على فكرة السبانخ كتير صار الناس تعملها بالسلطات، يعني عن جد كتير صرت أروح لما مثلا تنعزمي أو هيك، أو زمان كان متعرف عليها طبيخ أكتر. بالضبط، هلأ جديد عم بيدخلوها نية، وكتير فيها فوائد، لأنها كتير مفيدة. وبعدين تقدري تضحكي عليه ما بحب سبانخ ياكلها وهو مش عارف. برافو عليكي. انا بخلطها مع سلطه البيت، بحطها مع كل شيء. واسمعي، في بيعملوا تبوله طبعا، تبوله السبانخ كثير زاكيه، كثير زاكيه. طب اذا هلا عندي هون خل البلسمك، راح احط عليه معلقه ماسترد كبيره، وراح احط عليه زيت زيتون. اوكي، افضل الصحن يكون اكبر من هيك، ولكن للضروره احكام. اوكي، هلا ضل احط اخر مكون اللي هو العسل. إذن عسل، خل بلسمك، ومسترد، وزيت زيتون. بالضبط، هلا رح احط شويه عسل، عسل بعطيك تقريبا معلقتين مع البلسمك. بالضبط، خليه هون لانه رح استعمله بعدين للحلو. اوكي، رح حلو هيك. عسل. اوكي، هلا يفضل اذا عندكم صحن اكبر او بمرتبان. حتى شكلها حلو. يا الله شو زاكي، شوفي قد ايه بسيطه. اربع مكونات، رمان، جبنة، جوز، وسبانخ. يا عيني. شكرا لمتابعتكم، وما تنسوا تشتركوا بالقناة حتى يوصلكم منا كل إشي جديد.